السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سماح دياب ودي قناتي. النهاردة إن شاء الله هنقول لكم إزاي نعالج حاجز البشرة المتضرر. أنا أولا كنت يعني بهتم زيادة ببشرتي، مش ميك اب ولا الكلام دوت، بس في حتة دي كل شوية أعمل حمام بخار، أعمل ماسك تقشير، حمام بخار ماسك تقشير. وصلت اني بقيت اعمل مرتين في الاسبوع، انا فرحانه بقى. ايه ده، البشره بتلمع مشدوده، ايه البياض ده؟ لما مره واحده جالي تحسس كتر حمام البخار للبشره خطر وغلط وحاجات كتير كده فوق بعض مش كويسه. اني سبحان الله احنا عندنا على بشرتنا في طبقه كده عشان تحمي بشرتنا من العوامل الخارجيه وتفضل محافظه على ترطيبها. تمام، حمام بخار وسخونة سخونة سخونة بيقوم جاي مكسر المواد الطبيعية اللي في حاجز البشرة، بيفتته وخلاص البشرة بتبقى حساسة ومتهيجة من أي حاجة تتحط عليها. أنا ما كنتش عارفة أحط أي حاجة على بشرتي، حرفيا متحسسة من أي حاجة، لدرجة المية كنت بتحسس منها الكريمات. طب أنا ما أحطش كريم أحس بحك حكة شديدة، حتى الطرحة لما كنت بلبسها ما كنتش متحملة تيجي على بشرتي، بالذات منطقة الرقبة والدقن دي يمكن كان أكتر حاجة بعرضها للبخار. فتعبت فعلا، جبت كريمات كتيرة، رحت لكذا دكتور وكل واحد يكتب لي على حاجة وأحطها مفيش فايدة. يعني معروف إن الكريم المرطب عشان يرطب البشرة يهديها من التهيج، طب أنا بحط الكريم المرطب اللي الدكتور بيكتبه بشرتي بتتحسس تحبب احمرار وحكة، أموت أجري أغسل وشي. المهم فضلت كده فترة، وبعد ما جربت بقى حاجات كتير كان أول حاجة عشان خاطر أعالج بشرتي إن أنا أوقف كل المكونات أو كل السيرومات، كل حاجة كنت بعملها، كل الروتين أنا كنت متعودة عليه وقفته، إن كان سيرومات فيتامين سي هيالوروني كل ده أنا وقفته، مبقتش أحط أي حاجة على بشرتي. تمام، كان عندي كمان الغسول، يعني كان عندي غسول بجيب واحد واثنين وثلاثة وكل نوع يعمل لي حكة، ومش متحملة اي نوع غسول على بشرتي. لحد ما الدكتور قال لي دوت، كان بين ده وبين بايوديرما، فقال لي دوت افضل غسول اللي هو السيرافي، وكمان في نياسيناميد بيعالج حاجز البشرة المتضرر. كنت بحط نقطة بس منه وعليه شوية مية وأعمله فوم كده وبعد كده أوزعه على بشرتي مرة واحدة بالليل. أي غسول ما بيتحطش، مفيش حاجة اسمها مرتين في اليوم غسول، الغسول مرة واحدة بس بالليل عشان بعد كده أحط كريم مرطب. كان أفضل كريم مرطب أطول، يعني أكتر حاجة قعد معايا أطول فترة، أنا بستخدمه من السنة اللي فاتت ويخلص وأجيب غيره. ريكسون كريم، أخف كريم، أفضل كريم، حاجات كتير كده فوق بعض برضو. الكريم كويس جدا، خفيف لطيف، رغم ان هو مكتوب يعني للبشرة شديدة الكثافة وكذا وكذا، بس لا اهو يعني حاجة كده زي المية، حاجة كده ايه مش عارفة، خلاص اختفى اختفى خلاص ولا كأن في اي حاجة، بسيط لطيف جدا 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 على بشرتي بجد. بحط طبعا نقط على بشرة مغلولة او منديه يعني، وبقوم جايه دهنيه بالليل. فعشان اعالج حاجز البشره وقفت كل الكريمات او السيرامات اللي انا كنت بستخدمها وكل روتين انا متعوده عليه. طبعا حمام بخار بقى خلاص مفيش استحاله، يعني الا مره بعد كده كل شهر خفيف في المناطق اللي مثلا انا عندي بشرتي مختلطه، فهي بوجهه منطقه التي زون بس اللي هي منطقه الانف والدقن. تمام، ده حمام البخار مدة دقيقة وخلاص على كده، ده كل شهر بعد ما عليك تحاجز البشرة المتضرر. تمام، استخدام غسول لطيف، استخدام مرطب، وانا حاجز بشرتي متضرر مش هنستخدم اكتر من كده لحد اسبوع اسبوعين، هياخد وقت طبعا، اخد وقت مني فعلا، لكن الحمد لله الحمد لله فرق كبير جدا. حسيت حتى بشرتي بقت اهدى واحسن بكتير من الاول. بدأت بقى أدخل، لو كنت بستخدم سيروم فيتامين سي بقيت أحط سيروم فيتامين سي بالراحة مرة بالليل. أي حاجة بستخدمها على بشرة مندية،
عشان استخدم كمان معلش اثناء علاج حاجز البشره جبت الصن بلوك ده اساسي. يعني بجيب الليل اغسل وشي بالغسول واحط كريم مرطب وانام، الصبح بغسل وشي بالميه وبحط الصن بلوك بس، بعدها بساعتين اغسل وشي بالميه، او لو انا حطيت صن بلوك مرتين بستخدم غسول تاني نقطه. طبعا انا بقى عندي حساسيه من الحراره، يعني حراره البوتاجاز ما كنتش بتحملها، الدكتوره قالت لي يعني اخر دكتوره رحت لها ديت ربنا يبارك لها، راحت قالت لي حتى لو داخله المطبخ لازم تحطي صن بلوك على ايدك ووشك، فبقيت اعمل كده فعلا. الحمد لله لقيت فرق كبير جدا زي ما قلت لكم، ده وده والصن بلوك عشان علاج حاجز البشره المتضرر. وبعد كده تبداوا ترجعوا تاني لمنتجاتكم واحده واحده، اما الاقي المنتج عمل لي احمرار حساسيه انا ببعد عنه ما برجعلوش تاني. كتير يقولوا لا بعدي عنده ورجعي له تاني بشرتك هتبقى كويسه، لا لا مفيش الكلام دوت يا جماعه، منتجات كتير كنت بعمل معاها كده وكانت بتاذي بشرتي، فمعروف ان كان مرطبات سيرامات المفروض انها بتفيد البشره، مفيش حاجه هتفيد البشره وتعمل لها احمرار او التهابات. بس الكريم بقى دوت طبعا في حته تانية، خفيف جدا، في او مكوناته في عسل ومستخلص الصبار وزيت زيتون وفيتامين اي، وفي كامومايل وفي بانثينول وفي زيت جوجوبا، تمام. يعني مكوناته لطيفة جدا جدا على البشرة، لحد ما بحطه تحت عيني، مش تحت عيني اللي هو تحت الجفن كده على طول، لا اللي عند عظمة العين بحطه، بيرطب المنطقة دي كلها، خفيف ونقط مش بكتر منه، هي نقطة بتتحط على وشي كله، فجميل جدا للبشرة الجافة ومعرضة للإكزيما وللبشرة المختلطة اللي هو زي أنا. وكان ب50 جنيه 60 مللي، يعني بيقعد فعلا بيقعد معايا شهرين شهرين كده بالراحة بيقعد معايا. وبس كده دي كانت تجربتي، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد.